من دكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية. أهلا بحضرتك معانا يا فندم. أهلا بك يا فندم. أنا عارفة إن دايما يعني بيبقى فيه يعني كده تأكيدات ونفي لتنبؤات العالم الهولندي، لكن خليني أسألك كده بكل صراحة، متوقع يحصل زلزال النهاردة؟ لا، هو اولا هو الراجل ده ما هوش عالم هولندي ولا اي شيء. الراجل ده منجم متعلم التنجيم من والده، ومن خلال اصطفاف النجوم هو بيقول انه بيحصل ما بينها طاقه كهرومغناطيسيه بتتحد مع طاقه المجال المغناطيسي الارضي بتسبب زلازل. لكن هو ماشي ده على نظام التنجيم القديم اللي هو اصطفاف النجوم، ده معناها شر في اتجاه معين، واصطفافها في مكان تاني ده معناها خير. هو ماشي على هذا الاسلوب، وبعدين هو بينجم طول السنة، طول السنة عمال اه يقول لا، ما احنا طول السنة انا بشوف له فيديوهات، بس فكرة نشر فيديوهاته على مواقع، الموقع اللي بينشر عليه الفيديو الموقع ده اللي هو دكتور طه بيعمله ايه؟ ده مش موقع حكومي اوروبي، مش مؤسسة، اه لا مش ده موقع يعني المؤسسة ده معلش هو اللي خليني بقى انشأه. اكد على المعلومه دي، لان انا لما بشوف ان هو نشر ذلك على موقع مش عارفه رصد ايه، انا ده بنفتكر ان هو موقعه، مؤسس. ده هو عامل موقع سايت له على الانترنت يظهر كما لو كان مؤسسي، لكن ده موقعه الخاص. طب عشان كده لما يجي لصاحبي بيبص عليه ان دخل عليه ما لهوش جامعه ولا له مؤسسه، ده هو اسمه كده بيسميها باسم مؤسسي، لكن ده هي صفحته الخاصة. طب خليني برضو خليني وفرصة وجود حضرتك معايا، في كتير من اللي هو بيقوله ساعات بيحصل. ما هو هقول لحضرتك حاجة، يوميا يوميا الزلازل بتحصل، يوميا اه بس الزلازل الزلازل في بتحصل الاماكن على اللي هو مستوى بيقول العالم، عليها. بتحصل زلازل على مستوى الكرة الأرضية، أكتر من حوالي 150 زلزال بيحصل في اليوم الواحد. 150 زلزال في اليوم الواحد في العالم؟ بيحصل زلازل كتير جدا على مستوى الكرة الأرضية، على مستوى الكرة الأرضية. فهو لما يجي يقول هيحصل زلزال بكرة، ما الزلازل شغالة ما انقطعتش. بس هو لما انا يعني انا بس بسأل حضرتك لاني بنقل تساؤلات الناس، بس هو لما لا هو بيحذر من بيحصل زلزال. زلزال، بس احنا نيجي لمنطقتنا احنا كمصر. طبعا مصر بالنسبة لمقارنة اللي هو المحيط الهادي، شرق المحيط الهادي واليابان الباسيفيكي اللي احنا بنسميها الباسيفيكي، ده منطقة لا تذكر بشيء. احنا عندنا زلازل شبه برضه يوميا هنا في البحر الأحمر والبحر المتوسط، شبه يوميا، بس معدلها كام؟ واحد اتنين ريختر، وده طبيعي، وضع طبيعي خالص ومستقر نهائي بالنسبة لأحزمة الزلازل المنتشرة على الكرة الأرضية لا تذكر بشيء. واخد بال حضرتك؟ اتفضل. طب فإحنا الزلازل بتحصل ودي شيء طبيعي، لأن الأرض على طول في دورانها الألواح التكتونية بتحاول تحصل على عملية اتزان للكرة الأرضية نتيجة الحركة التكتونية، انزلاقات الألواح التكتونية تحت بعضها أو تصادمها مع بعض، ده شيء طبيعي. طب خليني اسالك معلش يا دكتور، احنا يعني احنا كده عرفنا ان هو يعني بيعتمد على التنجيم وعلى فكره النجوم ومش، لكن فيما يخص بمساله الزلازل احنا عندنا الزلازل بتحصل كتير، بس انا بقى انا شخصيا ليا تساؤل. يعني احنا في الفتره اللي فاتت لاحظنا فكره عمليات المد والجزر وانها ممكن تحصل مع بعضها وكده، لكن معظم الناس اللي بتنزل البحر دلوقتي واحنا في الصيف يعني وفرصه حضرتك موجود معايا، هي بتلاحظ فكره السحب اللي موجود في المية. يعني انا بتكلم بقى باللهجه بتاعتنا، انا ما تمام اعرفش تمام يعني اللغه العلميه ايه، بس خليني تمام اقول لك انه بيحسوا ان السحب بتاع المية اشد من ما هو معتاد عليه في السنوات اللي فاتت، بيحسوا ان البحر بقى مختلف، الموج بقى عالي، الارض مش ثابته تحت رجليهم، تفسير ده ايه يا فندم؟ ده عبارة عن نتيجة التغيرات المناخية وارتباط العملية دي بوجود القمر هلال أو بدر. واخد بال حضرتك؟ لما يكون بدر بيكون طبعا جاذبيته أكتر، خاصة عمليات المد والجزر. لما بيحصل فيه زلازل مصاحبة للناس اللي الموضوع المد والجزر ده على طول احنا كمعهد متخصص بندي انذار للجهة اللي هو غرفة العمليات في مجلس الوزراء والناس والجهات المختصة ان قد يحدث تسونامي.
لكن ان العمليه هاديه قدام مني وحصل عمليه مد وجزر، ده عمليات مناخيه لا تثير اي ضرر بالنسبه للمواطنين ولا تسبب اي اضرار. لا هو مش فكره لا ضرر ولا حاجه، بس احنا عايزين نفسر للناس هم اللي بيشوفوه ده، ولو في اجراءات احترازيه ممكن ياخدوها. عمليات مد وجزر طبيعيه خالص. طيب خليني اتكلم، هل بقى احنا دلوقتي ما يحدث في منطقه البحر المتوسط، يمكن احنا من الاسبوع اللي فات شفنا قد ايه كان في زلازل تاثرت بها سوريا وتاثرت بها مناطق في البحر المتوسط، زياده ده احنا كنا بنتكلم على 4.5 ريختر يا فندم تقريبا كانت قوه الزلزال ولا و5.3 ده هل متغير ولا ده برضو طبيعي؟ فندم ده الزلازل اللي حصلت ده احنا بنسميها زلازل القوس السوري. القوس السوري ده عباره عن كالك ممتد من جنوب سوريا ماشي في بلاد الشام داخل عندنا في الخليج العقبه. شفت الفالك قد ايه؟ بطول الخليج العقبه فالك تحت الارض ماشي في احنا بنسميه القوس السوري. كل ما لما بيحصل عليه تحركات تكتونيه ده بيحصل عليه زلازل بالقرب من الموقع اللي هو بؤرة الزلزال اللي هو الناس تبدأ تشعر بيه. صحيح. طب هو بيحصل عندنا بيحصل زلازل في خليج العقبة على طول عندنا زلازل، لكن عندنا زلازل ضعيفة جدا 2-3 ريختر لما بيحصل الزلزال. تمام. وده زلزال اللي احنا بنسميه الفالك ده فالك تحركاته أفقية، يعني بيمشي قصاد من بعضه ورايح جاي كده قصاد من بعضه. لكن الحمد لله ما فيش اي خطوره يعني يا دكتور طه. الحمد لله مصر امنه، واحنا لما بيحصل خطر او بيحصل زلزال على طول بنتواصل مع الجهات المختصه. ولو حصل الزلزال داخل البحر اللي هو بيسبب موجات مد تسونامي اللي بنسميها تسونامي. تسونامي. طبعا احنا بنقدر وعندنا توقعات وسيناريوهات، لو زلزال قد كذا ممكن يسبب لي موجة قد ايه، فاحنا عندنا الشغل شغال عندي 24 ساعة بالنسبة لمحطات الزلازل. يعني ربنا يطمن حضرتك دكتور رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، احنا حاولنا بس ان